السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى مجمل القول وأبرز ملفات هذا المساء. تركيا، البحث عن دور وسط المتصارعين. الناتو في مهب الخلافات. أهلا بكم. بعد أن حاولت القفزة مع كل الأطراف، يبدو أنها أصبحت عدوا لكل المتصارعين في الساحة السورية. تركيا تريد أن تكون صديقة للمعارضة السورية بشقيها المسلح والمدني، ومتهادنة مع النظام السوري وروسيا وإيران، وأن لا تغضب أمريكا في نفس الوقت بقتلها الأكراد. معادلة صعبة جعلت مواقف تركيا متذبذبة وصعبة على الفهم، إن لم يكن فهمها عسيراً أصلاً على السياسيين الأتراك أنفسهم. في خضم هذه الأحداث، يذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن مع توقعات أن تواجه زيارته بارتدادات التوترات المتزايدة بين الجانبين بشأن السياسة الخارجية لتركيا وعمليتها العسكرية في سوريا، إضافة إلى ملف معتقلي داعش، وصولاً إلى أنظمة الصواريخ الروسية على أرض الحليف في الناتو. فهل تبقى تركيا في لجة المواقف المتباينة بين المتصارعين بالقفز تارة هنا وتارة هناك دون تحقيق أي مصالح مرجوة سوى تزايد العقوبات والضغوطات عليها؟ منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب سحب قوته من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، يتفاقم الصراع بين القوى الضالعة في الأزمة السورية لبسط نفوذها وملء الفراغ الأمريكي شرق الفرات. وتتصدر تركيا قائمة الدول التي تطمح بضم شرق الفرات إلى مناطق سيطرتها لحسابات تتعلق بإبعاد الأكراد عن حدودها أولا، ومن ثم تعزيز الدور المستقبلي للمعارضة السورية التي تخضع لوصايتها. واستبدو الدول الضامنة لأستانا روسيا تركيا وإيران متفقة على مستقبل شرق الفرات، لكن في واقعه هو اتفاق ظاهري يخفي تحته صراعا شديدا على النفوذ والمصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي ما زالت متباعدة جدا بين الدول الثلاث. كل هذه الدول اليوم تبحث عن مصالحها في الشأن السوري أو في سوريا، ولكن الشعب السوري الذي ينتظر تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإعادة السلام لهذا الشعب ما زال ينتظر على سكة الحل كما يقولون. ولعل محاولة تركيا لحسم تموضعها في الملف السوري هو ما دفعها للقبول بإعادة تدوير ملف الحلول السياسية المستقبلية لسوريا على طاولة الأمم المتحدة وجنيف، بعد أن فطنت لمحاولات روسيا التفرد به عبر مسار أستانا، وأيضا لإقصاء إيران عن إقامة الممر الذي يربطها ببيروت عبر دمشق. واضح أن سوريا باتت اليوم ساحة صراع مفتوحة بين قوى إقليمية ودولية تتصارع على تعزيز نفوذها في بلد أنهكته الحرب لسنين طويلة، فقد خلالها أصحاب الأرض بوصلتهم لينوب عنهم حلفائهم المفترضين في تقرير مصيرهم. لبرنامج مجمل القول، طه عودة. أهلا بكم أيها الأعزاء من جديد إلى مجمل القول وأولى ملفات هذا المساء حول تركيا القلقة وبحثها عن دور وسط المتصارعين. يسعدنا في هذا الملف أن نستضيف كل من الأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي، ومن باريس عبر أقمار اصطناعية السيد رامي الخليفة العلي المحلل السياسي، ومن موسكو عبر أقمار اصطناعية أيضا إفغيني سيدوروف المحلل السياسي. فاصل قصير ثم نعود بعده لنشرع في نقاش هذا الملف، لا تذهبوا بعيدا.
أهلا بكم أيها الأعزاء من جديد إلى مجمل القول وأولى ملفات هذا المساء مع الأستاذ سليمان العقيل المحلل السياسي والدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس والسيد أفغيني سيدوروف من موسكو المحلل السياسي. نبدأ معك أستاذ سليمان. يعني اليوم كل المراقبين للموقف الروسي يصابون بارتباك في فهم هذا الموقف التركي في فهم الموقف التركي، فهو متغير منذ بداية الأزمة السورية. كيف تفهم أنت هالموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي دكتور غنام والزميلين العزيزين دكتور رامي والأستاذ إفغيني ومشاهديكم الكرام. في البداية لابد أن نعطي فكرة بسيطة جدا تاريخية عن القلق التركي في إطاره الجيوسياسي، حيث تمثل تركيا عمق الفضاء الأوراسي، يعني هي لا هي في الشرق ولا هي في الغرب، لا هي في أوروبا ولا في آسيا، ومنطقتها الجيوسياسية منطقة أوراسيا، تسمى في الجغرافيا أوراسيا. فهي الحقيقة من ناحية الهوية السياسية على الأقل وليس الثقافية هي تتنازعها قارتان آسيا وأوروبا، حيث أنها يعني في المنتصف بينهما أو في عمق هذا الفضاء. لذلك تجد أن لها أنها تتطلع إلى آسيا الوسطى في وقت تتطلع فيه إلى البلقان مثلا أو أوروبا بشكل عام، كما تتطلع إلى الشرق الأوسط. هذا سبب لها ربكة استراتيجية الحقيقة من ناحية خياراتها، لأنه أي دولة مهما عظمت ومهما كانت إمكاناتها لا يمكن أن تواجه التحديات كلها، لابد أن تكون هناك أولويات وما يسمى واتباع ما يسمى السياسة الانتقائية أو الخيار الانتقائي، وأن تختار فضاءها أو التحديات الرئيسية لموقعها ولدورها ولفاعليتها السياسية. الحقيقة تركيا كانت قبل عام 1990 جزء أوروبي، وهي في الفضاء الأوروبي. في عام 90 بعد انتهاء الحرب الباردة حصل خلل في التفكير الاستراتيجي التركي بسبب اختلاف الدور التركي في منظومة حلف الناتو، لأنه بعد نهاية الحرب الباردة ضعف الموقف الاستراتيجي التركي وضعفت الحاجة لتركيا استراتيجيا في إطار الحرب الباردة بالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وحلفاء الطرفين. منذ التسعينات بدأ ما يسمى الارتباك التركي أو الوضع المتأرجح التركي في الخيارات الاستراتيجية. لم تعد أوروبية، أو ربما كانت منبوذة أوروبيا، ضعفت قيمتها استراتيجية. الاتحاد الأوروبي أوصد الأبواب في نفس الوقت. يعني أنت تقصد أن تركيا إلى الآن لم تحزم أمرها ماذا تريد استراتيجيا؟ لا، أنا بقول إنها هي الحقيقة ساعدت أيضا على هذا الإرباك الاستراتيجي أو الجيوسياسي الذي وضعت نفسها فيه. نعم. في التسعينات اتجهت إلى آسيا الوسطى بعد استقلال جمهوريات الاتحاد السوفيتي المسلمة، وتاهت هناك في صراع مع الإيرانيين ومع الروس، ولم تخرج بأي نتيجة في ظل عدم استقرار الوضع في آسيا الوسطى وجمهوريات آسيا الوسطى. بعدين جاءت للشرق الأوسط بعد 2000، وبعد ما حزب العدالة والتنمية تسنب الحكم جاء للشرق الأوسط في إطار الإطار الإسلامي أو في إطار العمق الإسلامي. اليوم هي الحقيقة ضائعة،
يعني اليوم وضعها في الناتو وضع غامض. دولة عضو في الناتو تشتري أسلحة روسية S-400، يعني هذا غير مفهوم. هذه الخطة سببت ارباك لحلفائها في الناتو. اليوم ماكرون، هذا هو السؤال الذي اريد ان انقله اذا سمحت لي. رامي خليفة العلي من باريس. سيد رامي خليفة العلي، يعني كما قال الاستاذ سليمان، تبدل المواقف التركية لم يربك الاستراتيجية التركية فقط، بل اربك حتى الحلفاء في حلف الناتو. فالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول، يعني افتراضا، لو هاجم النظام السوري تركيا اليوم نتيجة عملياتها في سوريا، مع من سنقف؟ مع من سيقف الحلف؟ وبأي شكل؟ هل توافق على هذا الحديث؟ أهلا بك دكتور غنام، تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي بأن هنالك تخبط في السياسة التركية، وهنالك في بعض الأحيان افتعال للمشكلات سواء مع أطراف إقليمية أو مع أطراف دولية فيما يتعلق بحلف الناتو. هنالك الحقيقة الكثير من التحفظات في الجانب الغربي بشقيه الأمريكي والأوروبي بسبب السياسة التي تنتهجها تركيا والتي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من حيث أن هنالك افتراق في المصالح من جهة، وأن هنالك حالة من التخبط فيما يتعلق بالملف السوري وفيما يتعلق بملفات أخرى. الحقيقة هنالك كانت انعطافة تركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه منطقة الشرق الأوسط بعد يأس من إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذه الانعطافة أخذت أشكالا من التوتر مع الدول الإقليمية، خصوصا بعد ما سمي الربيع العربي أو الثورات العربية، حيث أصبحت تركيا التي كانت أصلا تعتمد السياسة صفر المشاكل أصبحت لديها مشكلات مع كافة الأطراف الإقليمية. والمشكلة الأساسية التي يراها الغرب الآن بأن الرئيس التركي أصبح يرى في مشكلاته مع الأطراف الغربية رافعة لشعبية داخلية ضائعة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وبسبب تردي السياسة الخارجية، وبالتالي في المصالح المشتركة لحلف الناتو الذي هو أصلا يعاني الحقيقة من مشكلات كثيرة، ولكن في إطار هذه المصالح المشتركة الآن تركيا لها نهج مختلف، خصوصا أن هنالك محاولة تركية للعب على التناقضات ما بين موسكو وواشنطن وما بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، وبالتالي هذه السياسة أدت إلى فقدان الثقة بالجانب التركي سواء من قبل الأطراف الأوروبية أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الآن تعاني تركيا من مشكلة حقيقية مع الدول الغربية. هنالك تصاعد للتوتر، هنالك الحقيقة دكتور غنام حفاظ على شعرة معاوية إذا شئت ما بين تركيا من جهة وال الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي باعتبار الموقع الاستراتيجي، وباعتبار أن هنالك قناعة بأن هذه الفترة التي تعيشها تركيا هي فترة مؤقتة مرتبطة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن في النهاية المصالح التركية والمصالح الأوروبية هنالك عوامل مشتركة كثيرة. الحقيقة الفشل في صياغة السياسة الخارجية تبدى أكثر ما تبدى في الملف السوري، فهنالك الآن تركيا رضيت بالغنيمة أو رضيت من الغنيمة السلام، بمعنى أكثر وضوحاً أن لا تريد فقط إقامة كيان كردي، ولكن أصبحت تابعة في سياستها السورية على الأقل للجانب الإيراني وللجانب الروسي، وبالتالي لا توجد هنالك سياسة. كل الأطراف التي كانت تابعة للجانب التركي الآن تعاني من مشكلات حقيقية. المعارضة السورية التابعة لتركيا ما بين ظفرين تعاني من مشكلة حقيقية، ليس لديها القدرة من الناحية السياسية. حتى الفصائل العسكرية التي كانت تقاتل النظام أصبحت الآن ميليشيات تابعة لتركيا، وتركيا تتاجر بالقضية السورية وأكثر من ذلك ربما تتاجر بالدماء السورية لتحقيق مصالحها بغض النظر عن المعارضة السورية أو الثورة السورية، سميها ما شئت. وبالتالي في كل هذا السياق نحن نتحدث الحقيقة عن فشل يمكن أن يتعاظم، لأن نقطة أخيرة اسمح لي بالإشارة إليها، وهي أن رافعة السياسة الخارجية لم تعد مصالح تركية بقدر ما هي مصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤيته الشعبوية، رؤيته في كثير من الأحيان الأيديولوجية إلى مجمل التطورات الإقليمية، وبالتالي هذا يؤدي إلى حالة توتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، حالة توتر من ضمن الدول الإقليمية. هو يريد أن يكون زعيما في منطقة دون أن يمتلك الإمكانيات لتلك الزعامة، وبالتالي هنالك تخبط حاد في السياسة الخارجية التركية تنعكس على التحالف، تحالف حلف شمال الأطلسي. نعم أستاذ سليمان، الملاحظ أن هناك انعطافات يعني حادة جدا في سياسة الرئيس التركي، يعني هل تعتقد أنه يمارس عامل ضغط عندما مثلا
يسقط طائرة روسية ثم ينقلب بانعطافة سريعة إلى حليف كبير جدا لروسيا في الأزمة السورية، يقاتل المسلحين ثم يحاربهم في عملية نبع السلام. يعني انعطافاته السريعة والحادة هذه، هل هي عوامل ضغط على حلفائه سيهجر إليهم أو يبعث إليهم اللاجئين السوريين ثم يعود ليعيد اللاجئين السوريين إلى سوريا؟ كيف تقرأ هذه الانعطافات؟ هذه الانعطافات بسبب فقدان البصيرة السياسية بالتأكيد. يعني إذا سمحت استكمل الرؤية اللي بدأت فيها، عندما انعطف للعالم العربي وأعطى وجهه للدول العربية اشتبك معها، اشتبك مع مصر ومع دول الخليج ومع سوريا ومع العراق ومع يعني وبعد وبالتالي اشتبك مع حلفائه في الأطلسي ومع الولايات المتحدة ومع فرنسا ومع ألمانيا، واليوم موقفه يعني صعب جدا بسبب هذه الأخطاء، فقدان البصيرة السياسية. اليوم هو سيذهب لمقابلة الرئيس بوش، ولقاء يعني حاطت فيه شكوك أن يعقد بسبب يعني الوضع المتوتر بين تركيا والولايات المتحدة. اليوم واشنطن ستقول له أن الأمور ستعود لمجاريها إذا تخلى عن إس 400، الصواريخ الروسية استراتيجية أو صواريخ الدفاعية. اليوم هو إما أن يتخلى عن قرار استراتيجي اتخذه بفتح الباب لمصانع السلاح الروسية وبالتالي يظهر عدم كفاءة في التصرف، ومن أجل أن يبقى في الأطلسي ويبقى على علاقة جيدة مع واشنطن، ها، أو يستمر وبالتالي ستبدأ عليه العقوبات و ربما يخرجه الناتو من الحلف. لأنه الكلام اللي قاله ماكرون الحقيقة يعبر عن ضيق فرنسا بتصرفات أردوغان، لأنه عضو في الناتو من قواعد العمل في الناتو أنك ما تتحرك لعملية حربية وخارج حدودك إلا بتنسيق مع الحلف. هذه قواعد الناتو. هو تصرف بدون ما يشعر الحلف وبدون ما ينسق مع الحلف وبالتالي ورط الحلف. لذلك الرئيس الفرنسي ماكرون يتساءل، وهو سؤال الحقيقة في إجابة، يقول أني غير متأكد أنني سأستجيب للباب الخامس في 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 في, في, في الحلف الذي يدعو إلى مساعدة دولة في عضو في الحلف إذا تعرضت لتهديد، لأنه هو اللي ورط الحلف. وبالتالي ومن الضروري جدا أن لا تأخذ أي دولة عضو في الحلف إلى 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 المجهول أو تتصرف بطريقة فردية، وإنما في إطار خطط الحلف. إذن هو اليوم ورط نفسه، ورط حلف الناتو، وأضاف لها الوضع هذه اللي هو الصواريخ إس 400، وهو رايح لواشنطن لقمة صعبة جدا مع ترامب. ترامب سيضع أمامه خيار واحد لا غير، إما أن تترك الإس 400 أو سنطبق عليك أقل شيء عقوبات الكونغرس. هو رفض الكونغرس صوت. انا ساتي لهذه الزياره وتصويت الكونغرس، لكن بعد ان تسمح لي ويسمح لي الاعزاء المشاهدين بتقرير حول السياسات التركيه ايضا في المنطقه، ثم نعود لاستكمال هذا الملف، لا تذهبوا بعيدا. بعد أشهر من التهديد والوعيد، رحل تركيا أول مقاتل داعشي أجنبي من جملة مئات الدواعش الذين تعتقلهم على أن تستكمل ترحيل عناصر داعشية أخرى بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة. أول دفعة داعشية من تركيا باتجاه الغرب كانت من نصيب أمريكا، بينما الدفعة الأوروبية الأولى ستكون لألمانيا التي ستشهد يوم الخميس إعادة تركيا لثمانية من مواطنيها الدواعش الذين يجري استكمال إجراءات ترحيلهم حاليا وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التركية. المطالب التركية اليوم بإعادة عناصر تنظيم داعش إلى دولهم في الغرب
سبقتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المطلب، لكن تركيا اليوم تستخدم هذه النقطة كنوع من أوراق الضغط على المجتمع الأوروبي. الرد الأوروبي الغاضب على هذه الخطوة التركية لم يتأخر كثيرا، مع إعلان النمسا على لسان وزير داخليتها طفح الكيل من محاولة لوي تركيا لزراعة الأوروبيين باللاجئين تارة والدواعش تارة أخرى، مستنكرة الصمت الأوروبي ومطالبة بوقف المساعدات المالية وكل امتيازات تركيا في أوروبا. الصراع بسوريا حاليا بلش تقريبا، وصلنا لموضوع النهايات. كانت اول اشاره له هي مقتل ابو بكر البغدادي، حاليا رح يصير في توزيع للكعكه، في خلاف روسي امريكي تركي على مساحات وتقسيم مناطق السيطره. دوليا صادق الاتحاد الاوروبي على اطار سياسي واقتصادي يتيح له مستقبلا فرض عقوبات على تركيا بسبب مواصلتها لعمليات الحفر والتنقيب بالمياه الإقليمية لقبرص، خطوة تزامنت مع عملية ترحيل الدواعش الأجانب لتبدو بالنسبة للكثيرين كأول رسالة أوروبية صارمة موجهة ضد تركيا. واضح أن تركيا مصممة على اللعب بورقة الدواعش حتى النهاية لانتزاع ما يمكنها من المصالح الغربية والأوروبية، حتى وإن كانت تدرك بأن اختبارها للصبر الأوروبي قد ينفجر في أي لحظة. لبرنامج مجمل القول، طه عودة، إسطنبول. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى مجمل القول. نستكمل الملف الذي بدأناه عن السياسات التركية في المنطقة وبحثها عن دور وسط المتصارعين في الأزمة السورية. ضيوفنا هنا في الاستوديو الأستاذ سليمان الجيلي المحلل السياسي، وعبر الرقم الاصطناعي من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، وسينضم إلينا لاحقا سماحة الأقمار الصناعية بذلك إفغيني سيدوروف من موسكو وهو محلل سياسي. سيد دكتور رامي الخليفة العلي، ترحيل مقاتلي داعش من سوريا ومعتقلاتهم في شمال شرق سوريا إلى أوروبا رغم رفض أوروبا، أيضا قبل زيارة أردوغان لواشنطن، ها هو يبعث بالدفعة الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تقرأ هذا الموقف قبل الزيارة؟ نقطة أخرى ومسألة أخرى يحاول الرئيس التركي أن يستخدمها لابتزاز الدول الأوروبية للموافقة على سياسته في المنطقة، مما شك فيه بأن الجانب التركي كان على امتداد السنوات الماضية يلوح بورقة اللاجئين السوريين وفتح الأبواب من أجل أن تكون هنالك موجة أخرى شبيهة بموجة العام 2015، لأنه يدرك أن هذه قضية حساسة وربما تؤثر على الأوضاع الداخلية وربما أيضا تدعم اليمين الشعبوي الذي يزداد ويتقدم بقوة على صعيد الانتخابات في الدول الغربية، وبالتالي هذه ورقة يبتز من خلالها الدول الأوروبية. والآن الحقيقة هنالك ورقة داعش يحاول أن يمس نقطة أساسية في السياسات الداخلية في الدول الأوروبية وهي المسألة الأمنية الداخلية، وبالتالي ذلك يمثل تهديدا من وجهة النظر الأوروبية أن هذه نقطة ابتزاز تركيا ضد الدول الأوروبية على وجه التحديد. ولكن ما هو البديل أو لماذا يقوم أردوغان بذلك؟ أولا من أجل الحصول على مزيد من الأموال التي دفع بها منذ العام 2015 وحتى الآن، ويريد المزيد الرئيس التركي. المسألة الثانية وربما هي الأهم، موافقة تركيا على سياستها في المنطقة، خصوصا التدخل والغزو في منطقة شمال شرق سوريا ضد الأكراد في تلك المنطقة، وخصوصا أن الجانب الأوروبي يرى أن القوى السورية الديمقراطية قصد كانت جزءا من التحالف الدولي. نعم دكتور رامي، دكتورة من تقول أنه يبحث عن مزيد من المصالح، لكن الواضح أنه يحصد مزيدا من العقوبات وخصوصا العقوبات الاقتصادية عليه. هذه هي النمسا تقول اليوم أنه طفح الكيل من سياسة أردوغان. أنت محق تماما دكتور غنام، لا شك بأن الآن هنالك رفض للسياسات التركية ورفض لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. دعنا نشير إلى أنه منذ انطلاق عملية ما سمي نبع السلام في شمال شرق سوريا وهنالك عقوبات بالفعل فرضت على المستوى الوطني سواء من إيطاليا أو من فرنسا أو من السويد أو من غيرها من الدول الأوروبية، والتي بموجبها تم منع تصدير السلاح إلى الدولة التركية. هذه نقطة. النقطة الثانية، هنالك الآن يتم البحث عن
فعاليات لتقديم تركيا ربما، أو عناصر تابعة لتركيا أو ميليشيات متحالفة معها تقديمها للمحاكم الوطنية وليس المحاكم الدولية من أجل الجرائم التي تم ارتكابها في منطقة رأس العين وفي مناطق التدخل العسكري التركي، وبالتالي أنت محق تماما هنالك زيادة في الضغوط على الجانب التركي. دعني أقفل هذا الملف مع الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، هل تعتقد أنها سياسة استراتيجية ثابتة لتركيا أم ستنتهي هذه الاستراتيجية مع انتهاء ولاية أردوغان حزب العدالة والتنمية؟ لا، هي فوضى استراتيجية لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، لا شك في ذلك. يعني أيام حزب الشعب كان الحزب وكانت الدولة التركية محددة اتجاهها الأوروبي وعلاقاتها واضحة في حلف الأطلسي وملتزمة بقواعد عضوية الحلف. اليوم أردوغان فوجئ الحقيقة، أو أنه لم يحسب حساب أن تكون روسيا جارته الجنوبية في سوريا منذ 2015، وبعد إسقاطه طائرة سلاح الجو الروسي ومات لها من تهديدات روسية، استجاب لهذا التحدي بعلاقة روسية يعني يبتز فيها الولايات لكن المتحدة. هذا يبعده بالتالي عن حلفائه التقليديين في حلف ناتو وسياسة غير متزنة. الأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. الدكتور رامي الخليفة العلي من باريس الباحث في البعثة السياسية جامعة باريس، شكرا جزيلا لك على أن تبقى معنا إلى الملف الآخر. وينضم إلينا إفغيني سيدوروف من موسكو. أيها الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود بعده لثاني ملفات مجمل القول، أبقوا معنا. أهلا بكم. بعد أن طوى عقده السابع من عمره، يبدو أن حلف الناتو دخل في موت سريري كما قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الذي لم يبتعد عنه تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن الناتو يتهدده الانقراض إذا لم تساهم الدول الأعضاء في تنمية موارده كي يستعيد عافيته. هذه التصريحات تأتي قبل أقل من شهر على قمة الناتو في لندن، ويبدو أن هذه التصريحات مفاجئة لكثير من أعضاء الحلف وأبرزهم ألمانيا التي امتعضت منها. ولكن غير المفاجئ هو موقف روسيا التي رحبت بموقف ماكرون واعتبرته كلاما من ذهب صادق ويعبر عن الحال. فهل رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لجدوى الناتو هي أكبر التحديات التي يواجهها الحلف، خصوصا بعد تهديد ترامب من الانسحاب من الحلف إن لم يتقاسم معه الأعضاء عبء تمويله، أم هي خلافات عابرة لاختلاف رؤى وأهداف الحلفاء، أم أن عملية نبع السلام التي قامت بها تركيا وشرائها لمنظومات دفاع روسية هي من أسقطت آخر أوراق تماسك الحلفاء بعد الخلاف المستتر ضمنا أحيانا والظاهر في أحيان أخرى؟ وهل ستغلب التباينات بين الحلفاء أم التهديدات المتزايدة التي تفرضها القوى الصاعدة كالصين والغريم الروسي التقليدي؟
من اقتراحه تشكيل جيش أوروبي قبل عام إلى الإعلان عن أن حلف شمال الأطلسي هو في حالة موت سريري، يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تباينات تكاد تكون مفصلية داخل الحلف. يبقى الواضح منها محوران: الأول أمريكي، ويعبر عنه ماكرون بنقد الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها تجاه حلفائها في الحلف، والثاني تصرفات تركيا العضو في الحلف وتحديدا العملية العسكرية التركية في شمال سوريا والتي يصفها ماكرون وبوضوح بالعدوان. كيف نقف مع شريك معتد؟ يقول ماكرون. مواقف لم تتأخر المستشارة الأوروبية أنجيلا ميركل بالإعلان عن رفضها لها. الحلف برأيها لا زال حجر الزاوية لأمن أوروبا. لقد اختار الرئيس الفرنسي كلمات قاسية. هذه ليست وجهة نظري للتعاون مع حلف الأطلسي. أعتقد أن هذا الكلام قاسي. هذه الضربة الشديدة ليست ضرورية حتى وإن كانت لدينا مشاكل. حلف شمال الأطلسي قوي. نحن نفعل أكثر مما فعلنا على مدى عقود. لقد طبقنا نحن والولايات المتحدة وأمريكا الشمالية وأوروبا أقوى دعم دفاعي جماعي منذ نهاية الحرب الباردة. الحلفاء الأوروبيون يستثمرون أكثر في الدفاع، وتزيد الولايات المتحدة من وجودها في أوروبا بمزيد من القوات والمزيد من التدريبات والمزيد من الاستثمار في البنى التحتية. إذن الواقع أننا نعمل أكثر معا، وقد عززنا دفاعنا الجماعي تحسبا لعالم لا يمكن التنبؤ به وغير مؤكد. الخلل المعبر عنه في مواقف بلدان أعضاء في الحلف هو على المستوى الأوروبي الأوروبي بين فرنسا وألمانيا إذن، لكن أيضا بين فرنسا وهنغاريا التي أيد بوضوح رئيس وزرائها العملية العسكرية التركية في شمال سوريا واستقبل بترحاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فرنسا، ألمانيا وهنغاريا ثلاثة بلدان أوروبية أعضاء في حلف الأطلسي باتت على خط الجدال المفتوح فيما بينها حول دور الحلف، لكن وفي خط موازٍ حول نية الرئيس ماكرون إقامة قوة دفاعية أوروبية مستقلة استراتيجيا وعسكريا. ماكرون مع مشروع سيادة عسكرية أوروبية مستقلة واضح أن الانقسام حوله قد يرفع أكثر من درجة الجدال بخصوص الدور الأوروبي داخل حلف الأطلسي. لبرنامج مجمل القول، محمد صادق، باريس. أهلا بكم أيها الأعزاء من جديد إلى مجمل القول وثاني الملفات حول حلف الناتو وهذه الخلافات بين أعضائه. يسعدنا أن نستضيف في هذا الملف الأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي وعبر الأقمار الصناعية من باريس، الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة في جامعة باريس، ومن موسكو عبر الأقمار الصناعية أيضا إفغيني سيدوروف المحلل السياسي. لأننا نبدأ مع الدكتور رامي الخليفة العلي بما أننا في باريس أصلا، يعني تصريحات فاقعة الوضوح من قبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وكان هناك الآن تبادل تهم بين الحلفاء في الحرص على هذا الحلف وتماسك الحلف، خصوصا بعد حديث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هذا طبعا الحديث أو التصريحات راديكالية وغير مقبولة. كيف تقرأ هذا التنازع بين الحلفاء؟ اسمح لي دكتور غنام أن نبدأ أولا بالزاوية الفرنسية. لا شك بأن فرنسا الحقيقة على امتداد السنوات الماضية بل العقود لم تكن تثق كثيرا بالحلف، ولم تكن تثق بأن يكون الحلف هو المظلة الأمنية التي يمكن أن تحمي أوروبا بشكل عام وفرنسا على وجه التحديد. لذلك الرئيس السابق شارل ديغول انسحب من الحلف، واستمر هذا الانسحاب لثلاثين سنة حتى جاء ساركوزي وأعاد فرنسا مرة أخرى إلى حلف شمال الأطلسي. وبالتالي من حيث المبدأ الحقيقة كان هنالك عدم
ثقة فرنسية بأنه يمكن الركون إلى الحلف أو يمكن الركون إذا شئت إلى الولايات المتحدة الأمريكية كضمانة للأمن في الدول الأوروبية وفرنسا. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة التساؤل حول حلف شمال الأطلسي ليس مسألة جديدة. الحلف عندما تم إنشاؤه كان للوقوف بوجه حلف وارسو وبوجه المعسكر الشيوعي أو الاشتراكي. الآن وقد انتهت الحرب الباردة وبالتالي ما هو الأفق الاستراتيجي؟ ما هي الهدف الاستراتيجية التي يمكن أن تجتمع عليها هذه الأطراف؟ وهنا نأتي إلى النقطة الثالثة وهي المصالح الاستراتيجية. الحقيقة كان هنالك على الدوام توافق ما بين ضفتي الأطلسي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الدولية. كان هنالك تحالف في مجمل التطورات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. ولكن الآن هنالك إدارة جديدة، إدارة أمريكية جديدة تقول أمريكا أولا، وهنالك تيارات شعبوية ترى أن الأهداف الوطنية أهم بكثير من أهداف التحالف، وبالتالي هذا يضرب بالعمق مبدأ التحالف في حلف شمال الأطلسي. النقطة التي تحدثنا عنها أيضا والنقطة الرابعة وهي مسألة عندما تذهب دولة لشراء أسلحة بغض النظر عن موافقة الدول الأعضاء الأخرى، ونتحدث عن تركيا، وبالتالي بناء ما يشبه التحالف مع الجانب الروسي، هذا يضرب بعمق التحالف، تحالف حلف شمال الأطلسي. وبالتالي هذه هي الأسباب التي دفعت الرئيس ماكرون إلى محاولة البحث عن إطار جديد. كما تعلم دكتور غنام فإن الرئيس ماكرون كان قد صرح بأنه يجب على أوروبا أن تبني جيشا، وبالتالي يجب على أوروبا أن تدخل في حالة فطام عن الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن مصالحها، في حماية أمنها، وفي بناء استراتيجية دفاعية على المستوى الأوروبي. ولكن ما تدركه أنجيلا ميركل بأن هذه مسألة صعبة للغاية، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى إمكانيات، وبالتالي حتى ذلك الوقت وحتى بناء هذه القوى العسكرية الأوروبية لا بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأحرى لا بديل عن حلف شمال الأطلسي، وبالتالي نعم. هذا هو السؤال دكتور رامي، هذا هو السؤال. يعني مانويل ماكرون كان يتحدث عن قوة أوروبية، جيش أوروبي موحد بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هو يتحدث عن موت الحلف سريريا، هل هذا تجهيز لما يفكر به ماكرون، إعلان نهاية الحلف؟ باعتقادي أن هنالك الآن عدم ثقة بالجانب الأمريكي، ولكن أيضا هنالك أطراف ترى بأن الرئيس ترامب ليس دائما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الرؤية التي تقول أمريكا أولا لن تبقى دائما، ربما يحدث هنالك تغيير في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بغض النظر عن هذا الموضوع فإن على أوروبا أن تحمي مصالحها بنفسها، ولكن المشكلة أن أوروبا ليس لديها رفاهية الوقت، لأن الآن هنالك استقلالية في الإدارة الأمريكية في التعامل مع الجانب الروسي على سبيل المثال، نعم، في إدارة الأمور في الشرق الأوسط، وبالتالي هنالك تسرع ربما من الجانب الفرنسي في التركيز على القوى الأوروبية التي هي بحاجة، نعم، إلى توافق أوروبي، بحاجة إلى وقت، وبحاجة، نعم، إلى دكتور جبارة. نعم، دعني أنتقل سيد إفغيني سيدوروف من موسكو. سيد إفغيني، هل تتوقع أن تتغلب هذه التباينات في الرؤى والأهداف بين الحلفاء في حلف الناتو، أم ستتغلب عليها التهديدات المتزايدة خصوصا مع قوة صاعدة كالصين أو عودة روسيا كقطب ثاني عالمي؟ نعم، أنا لا أتوقع أن مثل هذه التباينات ستستمر في التعمق، رغم أن الخلافات حادة وشديدة بين الدول المنضمة إلى حلف شمال الأطلسي، ولكن هذه القصة ليست بجديدة، لأنه سبق وأن أعربت بعض الدول الأوروبية عن عدم رضاها عن سياسة الإملاء التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على بقية الدول بمختلف الذرائع أو الحجج، سعيا منها أي الولايات المتحدة كانت تسعى لزيادة تمويل حلف الناتو وزيادة اشتراكات الدول الأخرى للحلف، متزرعة بأنها أي الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية التي تنفق على هذا الحلف، ما يحق لها في نهاية الأمر بفرض ربما بعض شروطها على سياسة الحلف وتحدد هذه السياسة. بالنسبة لروسيا لا أعتقد بأن هناك يعني أي تأثير لمثل هذه التصريحات، سواء لماكرون أو أولئك الذين ربما يرفضون مثل هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي، لأن روسيا موقفها من حلف الناتو معروف
تاريخيا حلف الناتو تم إنشاؤه لمواجهة حلف وارسو الذي كان يضم الدول الاشتراكية بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة وبعد بداية تطبيع العلاقات بين روسيا والدول الغربية والكتلة الاشتراكية والدول الغربية في التسعينيات من القرن الماضي. ربما كان يبدو أن مستقبل هذه العلاقات ومستقبل حلف شمال الأطلنطي ربما يعني أيامه معدودة كما يقال، ولكن هذا لم يحدث. على النقيض أصبح حلف الناتو يمارس سياسة تنافى ومصالح روسيا في توسعه باتجاه الحدود الغربية مع الحلف. من هنا فإن موقف روسيا من حلف شمال الأطلسي ومن التصريحات المختلفة التي يدلي بها قادة الدول الأوروبية وغيرها لم يتغير وبقي كما كان سابقا. نعم، ما دمت تتحدث عن الحلف وتوسع الحلف، هل تعتقد أن ما حدث في أوكرانيا أو التقارب والتماهي بين السياسة الروسية والتركية، التركية الحليف الكبير في حلف الناتو، هو كان عامل لخلخلة هذا الحلف وبالتالي ظهور مثل هذه الخلافات على السطح؟ نعم، ربما كان أحد العوامل الذي أدى إلى ظهور وتعميق مثل هذه الخلافات، ولكن لا أعتقد بأنه عامل حاسم. هناك أمور وهموم أخرى تشغل بال روسيا وتركيا الآن، ولا أعتقد بأن قصة أو أوكرانيا الأزمة الأوكرانية تدخل في عداد الأولويات التي يعني تقف أمامها تركيا في تعاملها مع روسيا إزاء هذه الأزمة. الأمر الآخر هو أن أوكرانيا بطبيعة الحال وهذه الأزمة الأوكرانية بالفعل ربما عمقت أكثر الخلافات بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي نظرا لتباينات في مواقف الدول الأوروبية من جهة وروسيا من جهة أخرى إزاء هذه الأزمة. وأنا لا أتوقع بأن شيئا ما سيحدث باتجاه تحسين العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي لأسباب عدة ومن بينها بطبيعة الحال الأزمة الأوكرانية. نعم سيد سليمان، باعتقادك هل رؤية الولايات المتحدة لجدوى حلف الناتو، تهديد ترامب مؤخرا بانسحاب أو نية الانسحاب من الحلف إذا لم يقم الأعضاء بدفع ما يترتب عليهم تجاه هذا الحلف هو أكبر التحديات التي تواجهنا؟ أصبحنا نسمع مثل هذه التصريحات خصوصا بعد تصريح ترامب ماكرون لا ترامب بتهديده من الانسحاب من الحلف سابقا. نعم. إن لم يقم الأعضاء بما عليهم. نعم، تجاه بما عليهم. نعم. أنا أعتقد أنه الحلف اليوم حلف الناتو لا يواجه تهديد ولا يقوم الحقيقة بتأمين أمن الدول الأعضاء في الحلف، فانتقل الأعضاء إلى تقاسم المصالح. يعني صار اليوم حلف الناتو حلف يحاول أن يجني مصالح لأعضائه وليس القيام بالدفاع عن أمن أعضائه الغير مهدد طبعا سواء من الإرهاب وتهديد سهل السيطرة عليه. فاختلفت المصالح لما صار عملية أن الحلف اليوم يحاول يجني مصالح، ها اختلفت الشركاء في تقاسم هذه المصالح. وأنا أذكرك في أنه سبب خروج فرنسا في عام 66 من الحلف كان على ضوء التفاهم السوفيتي الأمريكي في الأزمة الكوبية، فجاء رد فعل لأنهم تفاهموا من وراء الحلف ويعني صار فيه مصالح بينهم وتفاهم استراتيجي، فانسحبت فرنسا في عام 66 حتى رجعت عام 2009. المهم أنه اليوم المعضلة الرئيسية هي في المصالح. يعني اليوم ثلاث قضايا فجرت الخلاف في حلف الناتو: النزاعات التجارية بين ضفة الأطلسي، في نزاع تجاري بين أوروبا وأمريكا، وهذا ترك يعني أثره في العقل السياسي الأوروبي على الأقل. وفي الإنفاق العسكري اللي الولايات المتحدة تريد من أوروبا أن ترفعه لتشارك الولايات المتحدة العبء المالي في نفقات الحزب.
ووعدت الحلف عفوا ووعدت ألمانيا وفرنسا برفع الإنفاق وخاصة ألمانيا برفع الإنفاق إلى 2% من الناتج القومي، ثم تراجعت إلى 1.5% في عام 2024. ففي تردد أوروبي في تحمل عبء الإنفاق العسكري على الحلف. وفي الأزمة الجيوسياسية الحقيقة اليوم، لأنه مشكلة تركيا سوت أزمة جيوسياسية بعلاقتها العسكرية مع روسيا وبتحركها في سوريا، اجتياح سوريا بدون علم الحلف، وهذا يضعضع قواعد عمل الحلف. وفي خلل يصيب الحلف في الناحية الجيوسياسية، لأنه التفاهمات اللي صارت في سوريا بين أنقرة وموسكو هذه تضرب وحدة الحلف وفضائه الجيوسياسي. ولذلك اليوم الولايات المتحدة تعتمد في نظرتها على العامل الألماني الحقيقة، لأنه ألمانيا في انسجام مع واشنطن، وهي اليوم ردت ميركل وزير خارجيتها ردوا على ماكرون رد قوي جدا، ويعني أكدوا تمسكهم بالحلف وبالدور الأمريكي، ويعني ثبطوا من عزيمة فرنسا في الانفضاض من الحلف. يعني اليوم واضح إنه ألمانيا عندها ما عندها استعداد لتطلعات ماكرون الاستقلالية في جيش أوروبي. يعني هي تقول إذا في جيش أوروبي يكون في يعني قوة تساند قوة الحلف. بس التحالف الحلف الناتو اليوم تماسك ألمانيا وفرنسا هو رافع لها اليوم، هذه تباين تصريحات قوية جدا، ميركل تصفها بتصريحات راديكالية. أيوة بالضبط. هل هناك سنشهد تباعد بين ألمانيا وفرنسا في الفترة القادمة ما سيضعف الحلف أكثر وأكثر؟ هو الحقيقة ألمانيا معتمدة في أمنها على الولايات المتحدة، وأنا في تقديري أنه فيه الحقيقة تعارض أو في تضارب في المصالح الفرنسية الأمريكية واضح. يعني لما نذكر في عام 2011 في ضرب ليبيا، لما حلف الناتو ضرب ليبيا ضربوا لمصالح فرنسية، ولذلك وجدنا فرنسا هي التي تقود الضربات الناتو على في ليبيا، لأن القذافي أزعجها في أفريقيا، ولم تكن هذه مسألة تقلق الولايات المتحدة. فالحقيقة هي نزاع مصالح بين أعضاء الحلف، فربما تفجر الوضع، لكنه الرافعة الألمانية ربما هي التي يعني تكون عنصر توازن. جيد. دكتور رامي الخليفة العلي، في دقيقة، هل تعتقد أن تغير طبيعة التهديدات التي تواجه دول أوروبا هي السبب في هذا الترهل الذي نراه اليوم في يعني توجهات الحلف وعدم إحساس أعضاء الحلف بأهمية الحلف اليوم؟ باعتقادي بالنسبة للدول الأوروبية المشكلة الأساسية هو في الولايات المتحدة الأمريكية في الضفة الأخرى من الأطلسي، حيث هنالك تغير في التوجهات. الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لم تعد ترى أن الجانب الروسي يمثل خصما بالمعنى السياسي، بل أن هنالك تركيز ربما على الصين أو حتى رؤية مختلفة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن المصالح الأوروبية. وبالتالي ليس صحيحا ربما أن أوروبا لا تشعر أن هنالك أخطار تهدد أمنها. هنالك روسيا تتمدد في شرق أوروبا ولديها بعض الحلفاء في هذه المنطقة، وبالتالي هنالك تخوفات أوروبية بغض النظر عن مدى ربما واقعية تلك التخوفات. ولكن أوروبا الآن تجد نفسها والتي بقيت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن معتمدة على الولايات المتحدة الأمريكية، تجد نفسها أمام إدارة تقول أمريكا أولا ولا تهتم بالمصالح الأوروبية، وتذهب لعقد اتفاقيات ولعقد تفاهمات مع الجانب الروسي بغض النظر عن المصالح الأوروبية. وبالتالي أوروبا تريد بالفعل حالة الفطام عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الأمر غير ممكن. إذن لا بديل عن حلف شمال الأطلسي. صحيح أن هنالك خلل وهنالك حالة من الضعف وهنالك تباينات ما بين دول الحلف، ولكن
في نهاية المطاف لا بديل عنه حتى الآن، وبالتالي هنالك خلخلة في العلاقة ما بين ضفتي الأطلسي. هل يمكن معالجتها خلال المدى المنظور؟ هذا الحقيقة ربما لا يوجد عليه اتفاق في وجهة النظر الأوروبية. نعم. بعض الدول الأوروبية ترى بأنه يمكن بناء جسور مع الجانب الأمريكي، ولكن البعض الآخر يرى أننا يجب أن تعتمد أوروبا على نفسها في هذا الإطار. نعم، سيد إفغيني سيدوروف من موسكو، في دقيقة، هل تعتقد أن قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا بقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي هو السبب في هذا الإحساس اليوم المتنامي بعدم أهمية الحلف من قبل الحلفاء الأوروبيين؟ نعم، ربما هذا هو أحد الأسباب، ولكن في الحقيقة هو في آخر المطاف برأيي لصالح موسكو، التي ربما يعني تأمل بأنها تستطيع أن تجد تفاهما ولغة مشتركة بشكل أكثر وأعمق مع الولايات المتحدة، ربما نظرا للعواطف المتبادلة بين الرئيسين ترامب وبوتين، وربما نظرا لبعض التشابه في سياسة كل من واشنطن وموسكو، لا سيما يعني على الصعيد الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الأمل بالنسبة لموسكو بأنها ستستطيع أن تجد تفاهمات مع الولايات المتحدة إزاء يعني بعض ربما الملفات الإقليمية والدولية، وفي نهاية الأمر هذا سيضعف من جهة أخرى حلف شمال الأطلسي، وبالتالي ربما سيبعد الخطر الذي كثيرا ما تعلن عنه موسكو في اتهامها. لكن هل تعتقد ان هذا لكن سريعا، هل تعتقد ان هذا سيكون ايضا من مصلحة روسيا لتفاهمات اقرب واكثر مع سياسات اوروبا؟ بالنسبة لأوروبا، روسيا ربما تفضل الاتفاق مع كل دولة على حدة. هناك علاقات جيدة بين روسيا وفرنسا من جهة، هناك علاقات جيدة أو على الأقل معتدلة مع ألمانيا. المشكلة الوحيدة في أوروبا نعم علاقات متوترة نعم سيد جدا مع بريطانيا. نظرا لانتهاء الوقت، سيد إفغيني سيدوروف من موسكو محل السياسي، شكرا جزيلا لك، واعذرني على انتهاء الوقت. الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من جامعة باريس، شكرا جزيلا لك. الأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيها السادة، وحتى ملفات أخرى في مساء الغد في مجمل القول. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.